طيب لو عايزين نتكلم بقى على الخطوات اللي الشخص اللي بيطلب اللجوء لكندا يجب أن يتبعها، ما هي هذه الخطوات؟ اللاجئين أكو نوعين، لاجئ داخل كندا يقدم اللجوء من داخل كندا بعد دخول أراضي كندا، وهذا طبعا يعني كندا تعتبر بلد هي غير مرتبطة جغرافيا بالمناطق اللي ينزح منها اللاجئين، دائما المتقدمين لهذه اللجوء داخل كندا يكونون مقدمين تقديمات سابقة للحصول على إذن بالدخول عن طريق فيزا ومقدمين معلوماتهم كاملة، أو اللجوء من خارج كندا عن طريق الأمم المتحدة. فإذا أنت كنت خارج بلدك لازم تقدم طلب للأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة، وعدهم هناك البروسيسينج مال الكليم، حي يتابعون أول شيء ريجستريشن وبعدين يتابعون الكليم عندك إلى أن يصير ديترمينيشن لك. إذا وافقوا على الكليم وكان أبروفت أنه فعلا أنت لاجئ، تعطى سيرتيفيكيت تدعى ريفيوجي ستاتس ديترمينيشن، اعتراف لاجئ وشخص يجب أن يحمى دوليا. هذه بياخذها منين أستاذة سهى؟ من المفوضية السامية الأمم المتحدة. من من خارج كندا يعني. نعم. هو لسه نعم. حتى هذه اللحظة لم يصل إلى الأراضي الكندية، هو لا. كل ده هو ما شرط أي لاجئ راح يوصل. اللاجئ هو شخص خائف من الموت، خائف من الاضطهاد، راح يروح يسجل بهذه المفوضية. أيوة. لما يسجل فايلة راح يمر بسكرينينج، يمر بديترمينيشن وانترفيو حتى يشوفون. هاي الفترة لازم هو ما يعود إلى بلده طبعا، ينتظر له. بسبب الحروب والأزمات كثرة يعني اللاجئين طلبت. يعني صارت حوالي بال 2014 يعني أكثر عدد لاجئين نزحوا لكندا للأمم المتحدة. فلهذا صارت الفايلات ما تمر بسرعة، ما تمشي بسرعة، لأنه في ناس أحداث تصير أبديت، أكو ناس بخطر أكثر من الناس اللي قبلها. تتوقف هنا الحالات، ينتظرون. الانتظار هنا للدول التي عندها معاهدات مع بالأمم المتحدة لتوطين اللاجئين اللي هم في الانتظار، لكن هذا هم يعتمد على البرايوريتي، على الأولويات للاجئين، الناس اللي هم عندهم حالات خاصة هي من تأخذ بنظر الاعتبار. في برامج كندا عملتها لتوطين اللاجئين أنطت بها فرص ثانية. وهل هذه البرامج مخصصة لبلدان معينة اللي كندا عملتها لتوطين اللاجئين؟ بصورة عامة هي اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة. فأما كان التوطين حكومي يكون من الحكومة الكندية باختيار من الحكومة الكندية للاجئين، ويعتمد على أهمية هذا اللاجئ لمساعدته، يعني لأن الأعداد كثير كثيرة، يعني الاختيار ما راح يكون جنرال للكل. تمام. بعد ذلك في برامج ثانية أتاحوها لبعض المؤسسات لكفالة اللاجئين. هنا راح يصير عندنا نوعين من اللاجئين، اللاجئين المسجلين واللاجئين اللي عندهم السيرتيفيكيت ستاتوس مع الأمم المتحدة. المسجلين لديهم فرص التوطين عن طريق مؤسسات لديها أجريمنت مع الإيميجريشن، أنه تتكفل الناس الخارجين من بلدانهم، كمثل الكنائس، بعض المؤسسات اللي عندها هاي الأجريمنت. والمؤسسات الثانية اللي هم يعتبرون private sponsorship, community sponsor أو group of five، الكفالة الخماسية، مجموعة خمسة من الأفراد يتكفلون بالعوائل هذه. هذا لازم اللاجئ يكون عنده ورقة الريفيوجي ستاتوس، اعتراف لاجئ، كي يقدر أنه يتكفلوا فيها. هذه الطريقة الوحيدة للجوء من خارج كندا، وللجوء من داخل كندا بحثا آخر، تقديم عن طريق البروسس القانوني للجوء داخل كندا.